السلام عليكم الخوت والخواتات. نبداو الخياطة ديال هاد المونطو ان شاء الله. هادو الباسبال ديال الجيب، وهادي الغارنيتور مع البالمانتور. الباسبال كنحطها على هاد الغارنيتور، الغارنيتور كتلصق على الباسبال، وكنشد سنتيم ديالي ولا داكشي اللي غنشد. سيرجي لهادو لهادو ضروري. درت سيرجي الباسبال ديالي مع الغارنيتور، الجيب ديالي هنا فيه في الباسبال فيها 3 سنتيم، يعني هنا 3 سنتيم ستبقى ليا خاوية. 3 سنتيم نقص واحد 2 الميلي باش ما يجينيش الجيب محلول. عندي في الجيب ديالي 14، الجيب حيت الجيب غيكون هكا، هادي خصها تجي من هنا. هاد الباسبال هذا اللي سقت الغارنيتور، الباسبال تكون من التحت، الغارنيتور من الفوق، والخياطة غدوز فوق هاد. نبدا هنا ونحبس هنا ونخلي سنتيم الشيطان فوق. هانتوما غارنيتور الفوق والباسبال ما بين المونطو والغارنيتور. هادي البالمانتور تاهي نقادها مع هذا ونطراسي بوت الجيب. هنا فين غادي نخيط، غادي نحط باش ندير الخياطة فوق قطع الجيب. قطع الجيب حتى تبقى ليا واحد سنتيم ولا سنتيم وزيادة ما بين الأطراس وهذا.
كراني بحال هكا، كراني مكلت، نقلبوا الداخل، خرج كل شيء. هذاك القنت اللي كتلت هو هذا اللي كتخيطه من الداخل، جيبها واكمل، نديروا ليه الخنيشة ديالو هنايا من التوب، يكون خفيف شوية، ماشي ما يكونش ثقيل بحال هذا، باش يجي يجيب خفيف. داكشي علاش ما درناش، إلا درنا ليه من التوب ديالو غيجي ثقيل. دابا نخدمو هاد الكول هذا، إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. هاد الكول هذا راه
جريته واحد شويه عاد خيطت، خليته هنايا مبوط باش ملي كيتطوى هذا كيجي طايح مزيان. دابا غنخدمو الكوال ديالنا ان شاء الله. الكول ديالنا غيركب هنا، هذا كما شفتوه هو ما جايش داير هكا، جاي مطاندي شي شويه، ولكن انا غادي ندوره هكا. هذيك الدوره هكا راه كتعطيه واحد التزيين هنايا. دابا نلصقو الفرنيتور، البلاصة اللي دايرة هكا تجرح سكرانة. هاد الكارنيتور هادي بعض الخطرات كنضربها باليد عاد كندوز ليها الماكينة.
كيكون شي ثوب ما نساعدش. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.